عليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي قولي سؤال. انا امي وابويا بيقولوا البس الحجاب وانا صغيره عندي 9 سنه. عندي كام سنه؟ 11. 11. طيب وبعدين وانت عايزه تلبسي الحجاب ولا لا يا حاجه بيه؟ لا ليه كده كده؟ ليه صغيره لسه صغننه ازاي يعني يا حبيبي؟ يعني هتلبسيه امتى يا حبيبي؟ لما اكبر شويه. امتى يعني يا حبيبي؟ يعني عندي 15 مثلا. كتير 15 يا حبيبي. ماشي. لا كتير 15، خلينا نتفق. ها طب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. اتفضلي. هروح اعمل حاجه وارجع. هتعملي ايه؟ هعمل ثانيه، هقول حاجه لبابا وارجع. ايه؟ هقول حاجه لبابا وارجع. هقولي حاجه لبابا وارجع. ماشي. يا حبيبه. الو. ايوه حبيبه. ايوه. هو انت على تليفون البرنامج يا حبيبه مش على تليفوني انا يا حبيبه؟ انا عارفه. طيب يا حبيبه، قلت لبابا الحاجه؟ قلت له ايه بقى يا حبيبه؟ قولي لي. لا كنت بقول له بس اللي انت كنت بتقول لي، اللي هو 15 سنه هكون كتير يعني. كتير؟ فنتفق بقى. هتلبسيه امتى يا حبيبه؟ ايه؟ هتلبسيه امتى؟ انا بقول لبابا ان انا لسه صغيره على الحاجات دلوقتي. لا ما انت صغيره يا حبيبه، انت الله اكبر عروسه قد الدنيا اهو، وجميله وقمر اهو. بس 11 يعني نسيبك كمان قد ايه؟ نسيبك قد ايه؟ شهر ولا شهرين؟ لا انا بقول مثلا 13 14 كده. لا يعني خلينا 12. حلوه يا حبيبي. ايه؟ 12 حلو. 12 حلو؟ انت في سنه كام دلوقتي يا حبيبه؟ انا في سنه 6. انت في سنه كام يا حبيبه؟ سنه 6. سنه 6؟ خلاص. يبقى على اولى اعدادي ان شاء الله تلبسيه يا حبيبه. على اولى اعدادي كده البسه. ان شاء الله. ماشي ماشي. خلاص. وعد. وعد وعد وعد. انت وعدتيني يا حبيبه. ماشي. خلي بالك. ها ميه. بابا فين بقى يا حبيبه؟ بابا جوه. طب اديني بابا. حاضر ثانيه واحده. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازاي؟ مين معايا؟ انا ابو حبيبه. لا انت مش ابو حبيبه. الحمد لله. لا انت اخوها. لا انت اخوها، انا عايز ابوها. ماشي. انت اخوها. ايوه كده. ماشي. ما تضحكش على الشيخ يعني. ماشي. مش عشان انا شيخ تضحك علي. هات ابوها. طيب. ماشي. ماشي. طيب قطعت حبيبي، قطعت حبيبي، قطعت حبيبي. طيب بس انا حابب بس اقول ابو حبيبه يا رب يكون بتشوفني. اولا انا فرحان جدا بحبيبه، وفرحان جدا بهذا الحوار البناء اللي في بيوتنا، اللي بين الاب وبنته. ودايما هو الاستاذه منى نطالي في البتاع اللي في ودني دي، وعماله تقول لي اسالها بلغت ولا لسه. انا مش عايز اسال. ليه مش عايز اسال؟ لان في فقه يا استاذه منى اسمه فقه عدم السؤال، علشان ما حملهاش المعصيه يا استاذه منى، وحمل ابوها الذنب يا استاذه منى. لان انا لو سالت يا استاذه منى وطلعت بلغت يا استاذه منى، يبقى افضل خلاص اصبح الحكم واجبا في حقها. هقول لها الحجاب فرض يا حبيبه، وانت ان تركتيه بعد هذه اللحظه عاصيه يا حبيبه، وأبوك واجب عليه يا حبيبة يأمرك به، واجب عليه يحثك عليه. فأنا ما سألتش من باب سيدنا عمر يا أستاذة منى، لما كان ماشي والراجل عامل مزراب فبينزل مية، فواحد ماشي مع سيدنا عمر بيسأله يا صاحب المزراب هل ماؤك طاهر أم لا؟ فقال سيدنا عمر يا صاحب المزراب لا تخبرنا، ما تقولش. ليه؟ خلينا مش عارفين. لان لو احنا عرفنا ان الماء مش طاهره يبقى لازم نرجع نغير هدومنا، ولو عرفنا ان الماء طاهره يبقى خلاص، يبقى نسبه 50-50 خلاص كده. فعلشان كده انا سكت وما رضيتش اسال ولا طوع الاستاذه منى. ولكن ده حوار جميل، حوار بناء، ولكن انا بحب دايما مع بناتنا الجمال ان الحوار يجي بالاقناع. علشان كده نقول لحبيبه ايه رايك 6 اشهر؟ ايه رايك سنه؟
ولا سيما انا عايز اقول لكم يعني وصيه لكل اب ولكل ام اللي ربنا يبارك فيه وفي حبيبه ويبارك في كل بنت في كل بيت ويبارك في كل اب في كل بيت. خدوا بالكم ان شياطين الانس اخطر من شياطين الجن. شياطين الانس اللي بنشوفه مع السوشيال ميديا وعلى الاعلام اللي بيقولوا ان الحجاب مش من الاسلام واللي بيقولوا ان الحجاب مجرد مظهر وان الحجاب حجاب القلب ومش ضروري الحجاب وربنا لو عايزنا نتحجب ما كانش ينزلني كده. كلام كتير قوي. فبناتنا غلابه مساكين بيتاثروا بالكلام ده في وقت احنا ما اديناهمش التطعيم اللازم فيه. فعلشان كده رويدا رويدا ورفقا بهم أسأل الله العلي القدير أن يستر عرضك يا حبيبة أنت وسائر بنات المسلمين.